كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين جميعا. انا مخلص امين. هنشوف. يبدو ان المخلص الوحيد للدولة المدنية في مصر اللي هو رئيس الجمهورية. هتقول لي ايه؟ انت مخلص. انا مخلص امين. وانا اضمن منين؟ لا، ابنكو ان شاء الله شريف وامين ومخلص. بالتاني يا عبد. الحمد لله يا رب. بالتاني يا عبد وعدنا ولدتو غدراتي. عايزين تسمعوا كلام من ده عشان ترجعوا تصدقوا تاني. طب اقول حاضر. قال لي مصر بترحب بولادها المخلصين. ده كلها حكمة ربنا. انت تعترض بقى على حكمة ربنا مخلص؟ بعد انت راجل مؤمن. الابناء المخلصين. ثورة 25 يناير. هو قال ابناء مصر المخلصين. تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون. بقول يا رب على قد اخلاصنا ومن فضلك ومن جهدك ومن عظمتك ومن قدرتك ساعدنا. نديك على قد نيتك. لا، يديني من فضله احسن. ربنا يديك من فضله على قد نيتك. يديك من فضله. تاني بقول يا رب نكون احنا مخلصين في البناء، مخلصين في التعمير، مخلصين في الاصلاح، ساعدنا. ده انت باين لك راجل مبروك وربنا استجاب لدعائك وبعت لك حته تعبان فل على كتفك. وأعرب رئيس السيسي عن تقديره لجهود رجال الأعمال المخلصين في بناء الوطن. لنروق ونروق أنفسنا ولنجهز أنفسنا مرة أخرى. بقولك إيه، فكك من الهري ده، إحنا كنا بنحرق دماغنا على الرصيف ببضايا لمؤاخذة. مادام أنتوا عايزين تسمعوا كلام من ده أسمعكم. البلد فتحة دراعتها لأبنائها المخلصين. في أبناء مخلصين قابلتهم بره كتير جدا، وفي أبناء مخلصين أيضا في السجن. مش مستريح كل يوم وزارة الداخلية تطلع مسكنا ومسكنا ومسكنا. القبض على صناع المحتوى وملاحقتهم في مصر تحت تهم مختلفة باتت إلى حد ما خبراً متكرراً. بقوا 17. مين دول 17؟ قصدي 16 ونص. في يا شمشنا سامع عليك. تم القبض على 5 أشخاص عقب اشتراكهم جميعاً في التمثيل بفيديو ساخر نشر على تيك توك. يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي. مش بجد عسيل يا فالنتين. يقول لك مسك ده مش عارف كم واحد. ما تمسكهم وخلاص. ايه النتانه اللي انت فيها دي يا ياض؟ انت بتصدق انا هعترف بقى على الراجل ده؟ انه قدم وكاننا لا نحترم الناس. قاده عنيفين، شرسين، مستبدين، والحقيقه هذا امر لا يليق. معلش يا ابراهيم، انت عملت اللي عليك يا حبيبي. معلش يا ابراهيم، معلش. يلا بينا نروح نتغدى. لما رحت السجن وتعرفت على آلاف المعتقلين اللي قابلتهم خلال فترة اعتقالي، فهمت انه هناك ارقام، وانه الناس في اثناء اختفائها القسري بترقم بارقامها، وبيفضلوا مرميين على الارض متغميين ومتربطة ايديهم ومربوطين الى الحيطة بالايام والاسابيع والشهور. بعضهم بقاله سنين مختفي قسريا. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها. وفي ابناء مخلصين ايضا في السجن. حقوق ايه؟ انا مش هاكل. اسمي مخلص امين. يا سلام، طب ما انا اسمي الشواف، كنت بشوف اهلي كلها عشوائي. 5 بالحب. العيب فين؟ العيب في الجيب.